أجرت وزارة الصحة تحديثا لعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة بعد زوال يوم الخميس، محددة العدد الإجمالي في 61 حالة. وكانت الوزارة قد كشفت صباح اليوم أن عدد هذه الإصابات محدد في 58 حالة مؤكدة عبر جهات المملكة، ثم رفعت الحصيلة إلى 61 بعد تأكيد 3 حالات جديدة. وزيادة على الإصابات 61، أعلنت وزارة الصحة أن 276 حالة مشتبه في إصابتها قد خضعت للفحوصات المخبرية المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبية. جدير بالذكر أن السلطات المغربية كانت قد دعت عموم المغاربة والمقيمين فوق التراب الوطني إلى تقليص تحركاتهم إلى أدنى حد والبقاء في المساكن. كما حرصت وزارة الصحة من جهتها على معاودة تذكير العموم بضرورة استجابة للتعليمات الاحترازية المعلن عنها سلفا، خاصة المعايير النظافة اللازمة لتجنب كورونا. تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.